Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Bienvenue et bonjour mes chers élèves dans l'enseignement à distance. Chapitre des fonctions linéaires et des fonctions affines. On commence. Dans ce chapitre, on doit traiter les choses suivantes. Introduction. Les fonctions images et antécédents. Les fonctions linéaires. Calcul de coefficient d'une fonction linéaire. Représentation graphique d'une fonction linéaire. Les fonctions affines. Calcul de coefficient d'une fonction affine. Forme d'une fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine. On commence par les fonctions. Un vocabulaire. Définition d'une fonction. Une fonction est un processus qui a un nombre x associé à un nombre unique. Appelé image de x par f et noté f de x. On note f de point x, f de x. On lit la fonction f qui ا ا associer x associer le nombre x التعريف ديال الداله اذن الداله فهو واحد العالم خاص في الرياضيات اذن عندنا عالم ديال المتجهات لي فيكتور عندنا عالم ديال لي فونكسيون عندنا عالم ديال الجبر عندنا العالم ديال الجيوميتريكس ديال بالنسبه للدوال فهو كاين كي حاضر في الدرس في الشق ديال الهندسه التحليليه يعني فيها شويه ديال الجبر وشويه ديال الهندسه

اذا بالنسبه للدالة بصفه عامه اذا فهو واحد العمليه بحال واحد المعمل عنده دور خاص كل داله عندها دور مثلا الا خدينا الحليب هو بالنسبه ديالنا هو اكس يعني هذاك اف فين كتاخذ يعني لو هاد لو بروسيس هاد المعمل هذا هاد اف هو المعمل فين كياخذ كياخذ لي ماتيير بروميير اللي هو اكس وشنو تيعطينا اذا هاد الداله هادي تقدر تعطينا حسب الاشتغال ديالها حسب العمل ديالها تقدر تعطينا بالنسبه لو لي باغ تقدر تعطينا لو تقدر تعطينا لو تقدر تعطينا دو كريم اي دو كريم عاوتاني تقدر تعطينا دو بور دو كريم كلاصي انسي دو سويت اذا الداله كتاخذ لينا الحليب مثلا وهو كدير عمليه ديالها هاد اف يعني واحد العمليه كديرها بالنسبه للحليب باش تعطينا لي ديريفي ديالها باش تعطينا المشتقات او المواد التي نصنعها من الحليب هذه كتسمى داله عندها واحد العمل خاص بها ناخذ مثال اف سوا اف لا فونكسيون كي اسوسي اكس ا سون كي اسوسي اكس كي اسوسي اكس ا سون يعني ان واحد الدالة اف بغينا نكونو في واحد المعمل يعني واحد الدالة اف شنو هو الخدمة ديالو يعني كي لينا واحد العدد اكس بالمقابل ديالو يعني كي تحول هذا سي تان بروسيسوس يعني هذا هو الدور ديال الدالة ان بروسيسوس اف وغادي تعطينا في ليماج ديالو غادي تعطينا لوبوزي شنو هو لوبوزي ديال اكس هو موان اكس اذا الا بغينا نسميو هاد الدالة هادي غنسميوها باغ اكزومبل اف بالنسبه للتسميه ديال الداله بعدا تقدر تسميها اف تقدر تسميها جي تقدر تسميها اش تقدر تسميها ال اه لا يهم الاسم ديال الداله حنا غادي نعطيو الاسم ديال الداله غالبا كنعطيو اف يعني نسبه الى الحرف الاول لا فونكسيون اف دو اكس ايغال شنو هو الخدمه ديال هادي بغينا اه كل اكس يعطينا لوبوزي ديالها دونك اف دو اكس ايغال ا موان اكس Par exemple, je veux une fonction par exemple g qui associe chaque nombre réel x à son double. Nous voulons donc un délai appelé g qui rapporte le nombre réel x par le double, c'est-à-dire x fois 2, x fois 2 égale à 2x

دو دونك الا بغينا نكونو هاد الدالة هادي غادي نديرو هنا السمية ديال الدالة هي اش اللي كتربط لينا كل عدد اكس ب يعني غادي يعطينا فليماج غادي يعطينا سون كاري سي تادير اكس على لا 2. دو و هكدا كنكونو الدوال و عندنا بزاف ديال الانواع ديال الدوال ننتقلوا للحاجه الاساسيه بالنسبه للدوال اللي هو المفهوم لو كونسيبت ديال لونتيسيدون مع لو كونسيبت ديال ليماج ليماج بالعربيه كنسميوها الصوره يعني هذيك المشتقات ولونتيسيدون يعني الماده الخام يعني آه بالعربيه كنسميوه السابق يعني هو بان الفوم هذا فهو هذيك الماده الخام اذا هذا هو لونتيسيدون هاد اف اكس كتسمى ليماج اون دي كو لو نومبر اف اكس هاد العدد هذا اف دو اكس كتسمى ليماج

نخدم مثلا بغيت نحسب ليماج ديال 7 في كل داله الا بغينا نشوفو ليماج ديال 7 بار لا فونكسيون اف غادي نديرو هنا واحد الجدول بوغ لا فونكسيون اف لو نون ديال لا فونكسيون هو اف بوغ لا فونكسيون اف قلنا اف ديال 7 غادي نمشيو لهاد الداله ديالنا اشنو غادي نديرو فيها غادي نعوضو فيها هاد اكس

Donc, on va l'exécuter. J du X va prendre... J du X va prendre... J du X va prendre 7. Donc, J de 7 égale 2. On remplace X par sa valeur, par 7. 2 fois 7 plus 12. J'ai multiplié ça 7. 14 plus 12 est 26. Donc, l'image de nombre 7 par la fonction G سي 26 الصورة ديال 7 هي 26 نمشي ولا فونكسيون اش اش دو اكس لا فورمول ديالها هي 5 بغينا غادي نعطيو الاكس غادي نعطيوه 7 اش ديال 7 هنايا ما مك... كاينش كاع شي عدد غادي ما كاينش تما اكس اللي غادي نعوضوه ب 7 اذا غادي تعطينا توجور لا ميم ايماج اللي هي 5 puisqu'on ne peut pas remplacer x qui n'existe pas par la valeur 7. Donc l'image de 7, hier, comme ça. Et la réciproque est l'image de 7, il y a comme ça. Ben la fonction Quand je vous dis la fonction ADI, dit, se se met, qu'on se met, une fonction constante. Il y a une interbide. Mais quatrième, il a réité le nombre x, mais quatrième l'image. Quand il me dit la quatrième fonction, la fonction L. نحطو بعدا لا فورمول ديال ديالنا هنايا ديال اكس ال ال دو اكس ايغال 4 اكس على بويسونس 2 اون رومبلاس اكس بار سا فالور بار أه 7 دونك ال ديال 7 كتعطينا 4 فوا حيت بيناتهم الضرب بين قوسين حيت هذا او كاري غادي على 7 غادي نعوضو فيها اكس بلا ديالو ب 7 على بويسونس 2 4 غادي نضربوها 7 اس 2 هي 7 في 7 اللي هي 9 أو ربعين و ربعة مضروبة في تسعود وربعين ربعة في تسعود هي ستة و ربعة في ربعة هي ستة عشر مع ثلاثة هي عشر إذن ليماج ديال سات باغ لافونكسيون إل هي مية وستة ستة و تسعين غادي <applause> <applause> ننتقلو دابا لو كالكول دونتيسيدون ناخدو الحساب ديال كيفاش كنحسبو لونتيسيدون دن نومبر باغ

واحد معادلة كتكون عندنا اذا ديما الا بغيتي تحسب لونتيسيدون كتكون عندك واحد واحد المعادله لونتيسيدون دو ان اه. هاد ان اه هذا فهو ليماج حنا غادي تكون عندنا اف دو اكس كتساوي واحد ليماج هي واحد اللي ما كنعرفوش هو لونتيسيدون اكس اذا غادي نعوضو اف دو اكس بالقيمه ديالها هي ثلاثة اكس غادي نعوضوها هنايا لا فورمول ديال اف دو اكس هي 3 اكس كتساوي واحد وهذه معادلة من درجة الأولى اذا لا ديال اكس هي واحدة على ديال عدد واحد واحدة على ثلاثة دونك لونتيسيدون ديال العدد واحد بالدال f هو واحد على ثلاثة الا بغيتي تفيريفي هنايا كتحسب اف ديال واحد على ثلاثة كيساوي ثلاثة مضروبة في واحد على ثلاثة حيث غادي تعوض اكس بالقيمة ديالو ثلاثة غادي نختزلو هنا بثلاثة غادي تعطينا واحد دونك ليماج هي واحد غادي نمشيو عاوتاني لا فونكسيون جي بغيت نحسب لونتيسيدون ديال 1 بار لا فونكسيون جي دونك غادي نحطو المعادله هي هادي جي دو اكس ايغال 1 اون كوني با لا فالور دو اكس دونك اكس اي تان كوني جي دو اكس لا فورمول ديالها هي 2 اكس زائد 12 2 اكس زائد 12 كتساوي واحد هادي معادله من الدرجه الاولى المجهول فيها هو اكس اذا جوج اكس لما جاي في طرف ولا في طرف أه زائد 12 غادي تمشي للطرف الثاني غادي تولي هنايا واحد نقص منها 12 هي ناقص 11 اذا اكس كتساوي ناقص 11 على جوج دونك لونتيسيدون ديال لو نومبر 1 بار لا فونكسيون جي هو ناقص 11 على على جوج بالنسبه لا فونكسيون اش

اللي هو اكس غادي نحلو هاد المعادلة هادي وغادي تعطينا جوج ديال المجاهيل اذا اللي هما اذا اكس او كاري غادي تعطينا واحد على أربعة. اذا اكس بويسك هاد عندنا هنايا اس اثنان دونك اكس غادي ياخد جوج ديال القيم اللي هما ناقص واحد على جوج يعني غادي نديرو لاغاسين كاري ديال هذا مع موان او بيان او بيان لوبوزي ديالو اللي هو واحد على اثنان حيت الا رفعنا هذا اس اثنان غادي يعطينا واحد على اربعه الا رفعنا هذا اس حتى هو غادي يعطينا واحد على اربعه وهكذا حددنا الطريقه ديال حساب لونتوسيدون اذا تذكير بالنسبه لهذه الفقره هادي فاش كنبغيو نحسبو لونتيسيدون كنحطو امامنا معادله ونحاول ايجاد قيمه اكس القيمه التي نجدها بالنسبه لاكس فهي Tu sais m'a l'antécédent.

où a est un nombre réel donné est appelé fonction linéaire est appelé fonction linéaire il est noté f de point x l'image y a x avec a est appelé le coefficient كل دالة أو كل علاقة تربط العدد x b الصورة التي هي ا اكس فهي تسمى داله خطيه إذن الصيغه العامه ديالها هي كان كناخدو هذه الصيغه هذه او لا من الاحسن ناخذ هذه الصيغه هذه بالنسبه لكم بالنسبه للمستوى ديالكم خذوا ديما هذا الصيغه هذه اف دو اكس كتساوي ا اكس هذه الكتابه هذه فهي الكتابه العامه ل الخطيه هادي كتسمى الكتابة العملي للدالة الخطية بحيث أ هو كيتسمى لو كوفيسيون المعامل و العدد هذا أ إكس فهو كيتسمى ليماج كيتسمى ليماج أه غادي نشوفو في هذا التطبيق هذا كيفاش كنحسبوه ليماج كيفاش كنحسبوا لو دون فونكسيون لينير غادي هاد الدوال هادو اف جي اش مع ال كلهم دي فونكسيون لينير غادي نعتبروهم حنايا دي فونكسيون لينير والمطلوب هو غادي نحسبوا لو ديال كل داله في كل مثال اذا نعيد بالنسبه للصيغه العامه للداله الخطيه هي كالتالي اف دو اكس كتساوي أ بحيث a هو المعامل إذن بالنسبه لهذه المتساويه هذه فاش كتكون عندي المتساويه a كتساوي b ممكن نقلب هذه المتساويه وتولي b كتساوي a الا كان a طرف أ كيساوي كي طرف b فهذا كيعني كي بان الطرف b كيساوي كي طرف a إذن ممكن نبدأ هنايا يعني آ x كتساوي f دو x شنو هي العلاقه اللي كاينه بين ا و اكس بيناتهم الضرب اذا باش كنتخلص من الضرب القسمه اذا اكس غادي تساوي لينا اف دو اكس على اكس اف دو اكس على اكس هاد اف دو اكس قلنا سابقا هي ليماج و اكس هو لونتيسيدون هاد عفوا فهو ا لو كوفيسيون لو كوفيسيون فونكسيون فهو سي كوسيون كنديرو في البسط الصورة وكنديرو في المقام العدد ناخدو بالنسبة للدالة اف عندنا اف ديال خمسة كنعرفو الصورة ديال خمسة كتساوي تلاتة ولكن ما كنعرفوش كيفاش كتشتغل هاد الدالة هادي يعني خصنا نجيبو هداك لو كوفيسيون اذا بوغ لو كالكول دو كوفيسيون ا كيساوي اف دو اكس على اكس بحيث هاد اكس هدا خصو يكون فيغون دو زيرو اذا خصنا نعتبروا هاد اكس هذا ديفيرون دو زيرو باش ما يكونش عندنا المقام يساوي صفر اف دو اكس هنايا غادي تاخذ هنايا اف دو 5 حسب المعطيات دائما ديما كتشتغل بالمعطيات ما كنخرجوش دائما على المعطيات اف دو 5 على 5 حيت هنايا اكس غادي ياخذ القيمه ديال 5 في المعطيات والصوره ديال 5 في المعطيات هي 3 اذا اف دو اي يساوي 3 على 5 دونك لو كوفيسيون ديال آه لا فونكسيون اف هو ثلاثة على خمسة دونك لا ديال اف دو اكس هي ا غادي في الداله هادي غادي باش في 3 على خمسة دونك على خمسة اكس هادي هي الصيغه ديال هاد الداله هادي بالنسبه للداله الاخرى جي شنو عندنا في الداله جي عندنا ليماج ديال 11 كتساوي 2 ناقص 22

جي ديال 11 هي موين ونا جي دو موين دو 11 على 11 صورة ديال 11 هي ناقص 22 على 11 اللي هي ناقص 2 اذا صيغه الداله جي هي جي دو اكس كتساوي ناقص 2 اكس يعني نعوض في الداله في المعامل أ بقيمته ونلصق معه قيمة إكس لأن دائما الدالة يجب أن تكون مرتبطة بالمجهول إكس يعني الذي يأخذ عدة قيم بالنسبة للدالة أش بالنسبة للدالة أش عندنا أش دو إكس كنحطو بعد القيمة ديالها أش دو إكس الصيغة العامة ديالها هي أ إكس أ شنو هو القيمة ديال أ هي أش دو إكس Elle x, avec x et différent de 0. H de x, c'est combien? H de x, euh, je que de H de x, h de la racine de la 6 ça. Elle a la racine de L'image de la racine de la 6. Et là, la racine de la 3 Sur la racine la, Les 4, la racine de la 3 sur la ديال de 3 fois la 2. 3. يعني إزالات مربع من المقام نضرب البسط والمقام في جذر مربع اثنان بالنسبة للدالة الأخيرة بالنسبة للدالة الأخيرة ال إذن أيضا المطلوب هو تحديد معامل هذه الدالة كيف نحدد معامل الدالة كنقسم الصورة على العدد عندنا L دو X كنبداو ديما بالصيغة العامة للدالة اسم الدالة هو L L ديال X كتساوي كتساوي أ إكس هنايا عفوا خصو يكون هاد الجهة هدا و إل و أ و إف و أش خصهم يكونو كلهم دي مينيسكول et donc on a l du x qui est à x et donc a qui est à l du x là, x avec x qui est 0 et l du x en est de l moins 2 sur moins 2 l'image de moins 2 par la fonction l c'est 14 sur moins 2 14 sur moins 2 vaut moins 7 donc la formule de la fonction l i L de x égale moins 7x avec moins 7 et le coefficient. On va la 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 représentation graphique d'une fonction linéaire. La courbe représentative d'une fonction linéaire de coefficient a dans un repère est une droite qui passe par l'origine. Est une droite qui passe par l'origine de repère. A est appelé le coefficient directeur ou pente de cette fonction. Et donc, يمر يعني من أصل المعلم وهناك العديد من المستقيمات التي تمر من أصل المعلم أي دالة تمثيلها المبياني يمر يعني من أصل المعلم فهي دالة خطية فهو تمثيل مبياني لدالة خطية يمكن تحديدها إذن نأخذ المثال الموالي سو اف une fonction linéaire qui associe chaque nombre X à son يعني إذا تكون إف دو إكس إذا إف دالة خطية بحيث إف دو إكس كتساوي ناقص إكس هذه هي دي الدالة ديالنا المعامل هو ناقص واحد لو كوفيسيون أو لابونت أو لا, لا لو ديريكتور هو موانزا ريبريزونتي سي دو إف دون أن روبير أورتونورمي يعني لنمثل الدالة إف في معلم متعامد إذا كيف نحدد كيف نرسم دالة في معلم متعامد إذا الدالة اللي بغينا نمثلو هي هذه اف دو اكس ايكال موان زيكس إذا التمثيل المبياني ديال الدالة كيف ما بغات تكون ديال دالة خطية إذا بحالها بحال المعادلة مستقيم هنايا من الأحسن ناخدو هنا ستة ديال الخانات هنايا في الخانة الأولى إكس وفي الخانة الثانية إيكغيك اللي كيساوي كي السمية ديال الدالة هي إف يعني إف دو إكس هنايا حنا كنعطيو قيم لإكس كناخدو هنايا مثلا صفر إف دو صفر شحال كتساوي هي زيرو يعني موان زيرو سي زيرو ناخدو أن أوتخ نومبر ناخدو مثلا أن ممكن تاخد واحد ممكن تاخد جوج Tu es libre de choisir كيل نومبر À condition que ce nombre là soit facile à traiter et calculer dans la fonction. l'image de 1 par la fonction f, on remplace dans x, on remplace x par, par 1, donc l'image de 1 par la fonction f est moins 1. Donc on obtient deux points de coordonnées 0, 0 si l'origine de repère et le deuxième un point باغ إكزامبل أ دو كوردوني أن دو لي زابسيس إي موان المعلم المعلم ديالنا هنايا هنا كنديرو لي النقطة الأولى ديالها صفر مثلا واحد ليماج ديالها هي موان لي ديال ان هي موان هي هذه من بعد كنربطو ما بين لوريجين مع هاده مع هاد مع هاد نكمل في هذا التمثيل اذا التمثيل مبياني اللي الخطية اف يعني اف دو اكس اذا نرسمو هكذا فهو يمر من أصل المعلم اذا هذه النقطة فهي نقطة A النقطة ا وهذه النقطة صفر اذا اعتذر عن هذا المعلم في سي مال تغيتي مال اكري أه بالنسبه للداله اذا اللي كيهمنا كي هو الفكره توصل هنايا بالنسبه للداله كنسميوها لاكورب يعني سي كبيره لاكورب دو اف ديما كنديروا هذه السميه هذه ديال الداله لو كان دي 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 لكن عندك مثلا واحد الداله اخرى سميتها مثلا جي ورسمتي اذا كدير هنا تمثيل لاكورب دو كوا دو جي لو كان عندك واحد الداله اخرى سميتها مثلا ال ورسمتيه ورسمتي هذا التمثيل المبياني ديالها دي اذا كدير هنا لا كورب دو لا فونكسيون ال اونتر بارونتيز هو مستقيم تمثيل مبيان ديال دالة خطية دائما فهو مستقيم يمر من اصل المعلم إذن هذه هي الدالة اللي رسمناها انفا واللي هي إف دو إكس كتساوي إكس ناقص إكس يعني كتربط لينا كل عدد إلى أسوسي شاك نومبر إكس ريال شاك نومبر ريال إكس باغ سون بوزي بالمقابل ديالو مثلا الصوره ديال واحد كنقراوها هي ناقص واحد يعني الا بغيت مثلا نقرا الصوره ديال واحد كندير الاسقاط ثم الاسقاط العمودي على محور الافاصيل لاكس ديزابسيس وهذا لاكس ديال لي زوردوني دونك الصوره ديال واحد هي ناقص واحد الصوره ديال عفوا الصوره ديال واحد هي هذه هي ناقص واحد وهذه الصوره ديال ناقص واحد هي واحد لونتيسيدون هذا لونتيسيدون ديال واحد هو ناقص واحد هنايا كنقراو هنايا الاعداد وهنايا راه كيتسماو لاكس ديال لي زيماج محور الصور هذا كيتسمى لاكس دي زيماج بغيت مثلا اف ديال دو شحال كتساوي مبيانيا كنمشي لهذا ديو دو كيلعب الدور ديال اكس ان دو اسقاط ثم اسقاط على محور الاراتيب بلا بغيتي تقرا آه الصوره اذا الصوره ديال هي ناقص اثنان جيد تري On passe maintenant à les fonctions affines à et à Toute fonction f qui associe x à le nombre à x plus b où a et b sont des réels données est appelée une fonction affine. Elle est notée f de x égale à x plus b. إذن التعريف ديال الدالة التألفية الآن الدالة التألفية هي كل علاقة تربط العدد الحقيقي x بماذا ب نضرب x في, و... في عدد حقيقي معلوم a يسمى لوكوفيزيون ا اكس ونضيف ثابتة ب لا تتعلق بالمجهول x أو بالأحرى بصفة عامة F de x est égal à x plus b. A il joue le rôle de coefficient directeur de la fonction. Ou bien la pente de la courbe de la fonction. Et b il joue le rôle de l'ordonnée à l'origine. On a dit que QA, il joue le rôle de coefficient. Un exemple. On vous propose l'exemple suivant. La fonction f qui associe chaque nombre x à son image qui est 2x-7 est une fonction affine, pas linéaire. C'est une fonction affine. Le coefficient pour la fonction f, c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 7. Donc, la fonction f de x égale 2x moins 7 avec 2. Le coefficient de la fonction, moins 7, c'est l'ordonnée à l'origine pour cette fonction. اون فودون دي كا بارتيكوليي سويفون غادي نعطيو هاد الحالات الخاصة بالنسبة للدوال التألفية إلا كانت عندنا واحد الدالة تألفية إف دو إكس كتساوي أ إكس بلس بي إلا كان هاد بي هدا كيساوي صفر يعني القيمة ديالو كتساوي صفر فالدالة كتولي إف دو إكس كتساوي أ إكس إذا هنايا غادي نطيحو في الخانة ديال الدوال الخطية إذا هذا يعني أن كل دالة خطية فهي دالة تألفية يعني هذاك بي بالنسبة للدالة الخطية راه كيساوي صفر يعني كتولي دالة خطية فاش كتولي هاد بي هذا كيساوي صفر وبالنسبة ل أ فاش كيساوي صفر نعاود ونعود إذا كان إف دو إكس كتساوي أ إكس بلس بي هذا الشكل العام ديال الدوال التألفية أ هو لو بي هو لو أ

الدالة الثابتة نعطيه أمثلة اف ديال اكس كتساوي مثلا خمسة اف ديال اكس كتساوي مثلا ناقص جذر مربع تلاتة على ربعة هادو كلهم كتسمو دوال ثابتة يعني الدوال اللي ما فيهمش اكس ما فيهمش اكس في الصورة يعني في الشكل العام ديالها ما فيهمش اكس هادو كتسمو دوال ثابتة غادي نمشيو لهاد التطبيق هذا On doit mettre une croix ou la réponse est vraie. Et oui. La fonction, la première fonction suivante, f de x égale à 5x plus 2. Est-ce que c'est une fonction linéaire Non. Alors je ne peux pas non juger. Oui, c'est une fonction affine. Non. On dirait de se dire ben c'est pas le cas. F de x Elle est à x. On va chercher le nom. هادو كيتسماو لينيير بالنسبه للدوال التالفيه ا فين الصيغه العامه ديالهم اف دو اكس كتساوي ا اكس بلس بي بالنسبه للدوال الثابته لي فونكسيون كونستانت عندنا اف دو اكس كتساوي بي يعني سونز اكس اذا هاد الداله هادي الاولى اف فهي داله تالفيه داله تالفيه بالنسبه للداله الاخرى Que 3x aussi, donc, la fonction g n'est pas une fonction linéaire, ni fonction affine, ni fonction constante. h de x égale à 5x. C'est une fonction linéaire. Elle respecte la forme générale des fonctions linéaires. Est-ce que c'est une fonction affine? Oui. كاغ توت فونكسيو لينييغ إت أون أنفين كل دالة خطية فهي أيضا تألفية والعكس ليس بالضرورة صحيحا الدالة الأخرى إي دي إكس كتساوي سبعة زائد إي إكس ناقص سبعة أولا نبسط ما يمكن نبسطه سبعة ناقص سبعة يساوي صفر أشنو غادي يبقى لنا في الدالة هادي جوج إكس إذا فهي الشكل العام للدوال الخطية وكل دالة خطية فهي تآلفية إذا فهي دالة خطية وتآلفية في نفس الوقت جي دو إكس كتساوي تلاتة إكس في خمسة ثلاثة في خمسة كتساوي خمسطاش إكس اذا هذه داله خطيه وداله الفيه في نفس الوقت بالنسبه للداله الاخرى ك اكس كتساوي 6 فهي داله ثابته وكل داله ثابته قلنا فهي داله الفيه اذا فهي داله ثابته و تالفيه في نفس الوقت بالنسبه للداله ال اكس كتساوي 6 عامل 4 x زائد ناقص 2 اولا كنديروا عمليه النشر 6 في 4 هي 24 x ناقص 12 اذا هذه فهي ليست داله خطيه وانما داله تالفيه بالنسبه للداله ام دو اكس هنا 6x ناقص 6x فهما عددين متقابلين كيبقى لنا ان ام دو إكس كتساوي 5 فهي دالة إذا ثابتة كونستونت وكل دالة ثابتة فهي دالة تألفية إذا فهي دالة ثابتة وتألفية في نفس الوقت بالنسبة لهذه إن دو إكس كتساوي 5x عامل 2 إكس ناقص ناقص واحد لن نحكم على هذه الدالة حتى نقوم بعملية النشر

في هذه الفقرة سنتمكن من تحديد طريقة لإيجاد معامل دالة تألفية بالنسبة للدالة التألفية بصفة عامة عندنا الصيغه ديالها هي اف دو اكس كتساوي ا اكس بلس بي افيك ا الجي لوغول دو كوفيسيون شي اختراس ما كتكونش عندنا هاد لو كوفيسيون هذا عددا معلوما اذا كيطلبوا منا نحسبوا هاد المعامل هذا اذا غادي نوضعوا واحد العدد اخر ي يخالف اكس نوضعوا نعم مثلا اكس يخالف ي بالنسبه للصوره ديال ي غادي نعوضوا اكس باي غادي يعطينا هنايا ا ايغريك بلس بي اذا فاش كنديرو هنا الفرق اف دو ايغريك اف دو اكس موان اف دو ايغريك شنو كيعطينا كي آه هنايا اف دو اكس موان اف دو ايغريك كيعطينا كي فاش كنديرو هذا كامل ناقص هذا كامل اذا ب مع بي غادي يمشي حيت هما عددين متقابلين فاش غادي نديرو ناقص غادي يبقى لينا هنا ا اكس ناقص ا ايغريك ا اكس ناقص ا ايغريك ممكن نقلبو المتساوية كتولي كالتالي ax ناقص ay كتساوي f دو x موان f دو y بالنسبة ل a هو لو فاكتور كومان بالنسبة لهاد لي دو تيرم هادو اذا كنعملو بهاد a كيبقى لينا x موان y كيساوي f دو x موان f دو y اذا باش كنتخلصو من الضرب كنتخلصو منو بالقسمة هذا غادي يعطينا أن أ كيساوي إف دو إكس ناقص إف دو إكغيك على إكس ناقص إكغيك هذا بصفة عامة بالنسبة لأية دالة تألفية افيك إكس إي دوفيغون دو إكغيك باش يكونش عندنا لا مقام يساوي صفر هادشي علاش خديناهم من الأول متخالفين إكس يخالف صفر إكس يخالف عفوا إكغيك إذا بالنسبة ل De la différence des images sur la différence des antécédents. Et donc il a dit si par exemple un c et d, qui dit un f de c moins f de d sur c moins d. Il a dit si par exemple e ou f, qui dit un a égale à f de e moins f de f, uh, par exemple f de d sur quoi Sur e moins d. Prenons cet exemple cet exercice on vous demande de calculer le coefficient directeur ou la pente de la fonction f avec f est une fonction affine بحيث f ديالو -1 كتساوي -2 والصوره ديال 3 كتساوي 2 le مطلوب هنايا l'objectif هو déterminer la forme de la fonction affine f. La forme générale pour la fonction f est c'est f de x égale ax plus b. A, il joue le rôle de coefficient de la fonction. B, il joue le rôle de l'ordonnée à l'origine pour la fonction f. On vous demande de calculer premièrement la valeur de A par la différence des images sur la différence des antécédents. Et ensuite, on doit calculer la valeur de B à l'aide des données. Et donc, on dirait que ce ensemble. On a F de moins 1 est moins 2. On a F de moins 1 égal à moins 2. On a F de 3 égal à 2. Et F de 3 égal à on commence d'abord toujours par la forme générale d'une fonction affine f de x égal à x plus b. Regardez, il y a la forme chlam delta elvia. On commence par calcul de a. Il y a une façon de calculer le coefficient de la. Nous avons le coefficient qui va calculé a qui est f de x moins f de y. la x ne

c'est combien C'est moins 4. Moins 4 sur moins 4 vaut 1. Donc a égale 1. On a trouvé maintenant la valeur de a. Donc on remplace dans la forme générale de la fonction f, a par sa valeur. f de x égale 1 fois x. 1 fois x égale ax. Donc si x plus b, on a pris... فورم يعني على الشكل البدئي لي الدالة F إف دابا شنو بقى لينا كالكول دو كوا كالكول دو بي كنحسبو هاد الأرطوب عند الأصل نحسبو هاد الأرطوب عند الأصل بطريقة التعويض كنمشيو لهاد إف ديال تلاتة كتساوي جوج أو إف ديال موان زان كتساوي موان دو كنحسبوه بالطريقة اللي بغينا ناخدو مثلا هاد إف ديال موان زان كتساوي موان دو غادي نعوضو في الدالة هاد هذه، في هاد الشكل شبه النهائي ديال الدالة بريفيني ديال لافو- ديال إف غادي نعوضو فيها إكس بالقيمة ديالو اللي هي موان زان دونك إف ديال موان زان نعوض إكس زان هي موان زان بلوس و ليماج ديال موان زان دوني هي موان دونك هذه معادله من الدرجه الاولى دونك بي ايغال موان دو هذا موان زان غادي يمشي للطرف الثاني مع تغيير الاشاره ديالو دونك بي ايغال ا موان زان دونك لا فالور دو بي ايغال ا موان زان الا اختار عاوتاني شي واحد فيكم اخر الصوره الاخرى ديال 3 الصوره ديال 3 كتساوي 2 وعندنا الصيغه شبه النهائيه ديال الداله هي كالتالي اف دو اكس كتساوي اكس بلس بي هذا كان فترض دابا بانه ما ما خديناش هاد هاد الطريقه الاولى يعني غادي ناخذوا هاد هاد الصوره ديال 3 غادي نعوض فيها اكس بثلاثة ف اف ديال 3 كتساوي اون اكس بار طغوة. زائد بي الصوره ديال 3 هي جوج

On termine maintenant pour la fonction f. On a trouvé a, la valeur de a, c'est 1, et on a trouvé la valeur de b, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, f de x égale 1 fois x, x, moins 1. Ada, de chèque, li, hadi, ada, la, at, el, J'espère que vous allez bien compris cette partie de détermination de forme, calcul de coefficients et d'ordonnées à l'origine pour une fonction affine à l'aide des données. Passons maintenant à la partie de la représentation graphique d'une fonction affine. La courbe représentative d'une fonction affine de la forme f de x égale ax plus b dans un repère est une droite. التمثيل الميبياني لدالة تألفية في معلم متعامد فهو أيضا عبارة عن مستقيم أي دالة ألفية، في التمثيل الميبياني ديالها عبارة عن مستقيم مع أ ديما تيلعب الدور ديال لو ولا لابونت كيف لابونت يعني الميل الميل ديال المستقيم Exemple, tracer la courbe représentative de la fonction g. Et donne la fonction g Moi est définie par 2x moins 7. Et il y a la forme de la fonction g. On vous demande de tracer la courbe représentative de la fonction g. Et donc, dit moi التمثيل المبياني ديال اي دالة تالفية كترسم اولا واحد الجدول فهاد الجدول هذا كدير في الخانة الاولى اكس وفي الخانة الثانية اغريغ يعني الصورة اللي كيساوي الصورة يعني جي دو اكس حيت في هذاك المعلم هنايا في المعلم هذا هو اغريغ كيساوي جي دو اكس او لا اف دو اكس حسب السمية ديال الدالة وهذا لاكس ديال

من بعد كناخدو عدد اخر بالنسبة ل بالنسبة مثلا هنايا ثلاثة الا خديت مثلا ثلاثة كنعوض عاوتاني هنايا جي ديال ثلاثة هي جوج في ثلاثة نقص منها سبعة جوج في ثلاثة هي ستة ناقص سبعة اللي هي ناقص واحد اذن الصورة ديال ثلاثة هي ناقص واحد هاد النقطة الأولى عند الإحداثيات كتمثلها أنت راه ساهل تمثيل الميبيانية هادي في الأفصول و وواحد في الأورتوب النقطة الأولى كتسميها باغ إكزومبل أ ولا بي ساديبون دو فو من بعد النقطة الثانية عند الإحداثيات ثلاثة ناقص واحد ثلاثة هي وناقص واحد ثلاثة في الافصول وناقص واحد في الأورتوب هادي هي النقطة الثانية بي من بعد دو لي entre les points A Et B. On que c'est-à-dire la courbe de la fonction G. C'est-à-dire la courbe de G. Et entre parenthèses. Et la courbe de la fonction G. On a dit, la fonction G. Et في الجدول وخذينا ان اوتر بوين لي هو ناقص واحد ممكن تاخذ نتا بزاف لي بوين تاخذ تاخذ شي قيمه خراب بلا يعني اللي تيهم هو نقطتين فقط لاننا نعلم بانه بالنسبه للمستقيم من نقطتين مختلفتين من المستوى يمر مستقيم وحيد لهذا اخذ نقطتين فهو كاف جدا ثم نربط بين هاتين النقطتين ونسمي هذا المستقيم ب سي دو جي او سي دو اش حسب الاسم الذي اعطي للداله غادي ناخذ هذه هاد الامثله هادو ناخذ هذا المثال هذا اف دو اكس كتساوي جوج اكس زائد واحد حنا المطلوب هو نتغاصيو لا كورب ديال لا فونكسيون اف فهاد لو روبير اورتونورمي هنايا

ف دال صفر كنا حسب اللي ماش داله. صفر هي جش في صفر هي صفر زائد واحد هي واحد. donc le premier point عندو في ال coordinates 0 1 0 في ال abscisse ou 1 في les ordonnées. هذا هو le premier point. ومن بعد غادي ناخذ في قيمة أخرى. مثلاً بغيت ناخذ ناقص واحد. ممكن تاخذ مثلثاتار. أربعة صد بون دوبو تخشوا الصورة ديال ناقص واحد عاود بهاد الدالة هادي اف ديال ناقص واحد بهاد الدالة كتساوي جوج فوا موان زان بلوس ان يعني في هاد الدالة هادي أه جوج في ناقص واحد هي ناقص اثنان زائد واحد وناقص اثنان زائد واحد هي ناقص واحد اذا صورة ناقص واحد هي ناقص واحد صورة ناقص واحد هدا هو ناقص واحد هي ناقص واحد هدا هو النقطة هدي هي النقطة الثانية ثم نربطو بين نقطتين. وهذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة F نفس الطريقة بالنسبة للدوال الأخرى يمكن أن أن تنشئوها في دفاتر البحث نأخذ مثالا آخر لدالة مثلا هذه الدالة فهي أيضا دالة تآلفية معاملها هو ناقص أربعة على ثلاثة والأرتوب لوردوني ألوغيجين هو واحد غادي نحاول نرسم أيضا هذه الدالة اذا كيف ما العاده كناخذوا جدول فهاد الجدول هذا كنحطوا قيم هنايا اكس وهنايا اكس كيساوي كي آه عفوا ي يعني الارثوب كيساوي كي ليماج اللي هو اف اف دو اكس هنايا الداله اللي عندنا هي آه اف ديال ناقص 4 على 3 عفوا ماشي اف ديال ناقص 4 الدالة اللي عندنا هي f دو اكس كتساوي ناقص 4 على ثلاثة اكس زائد واحد اذا غادي نعطي بالنسبة x شي قيمة ناخد نعطيه مثلا صفر الا عطيت x صفر غادي يعطينا هنايا صفر وغادي يبقى هنا واحد دونك ليماج ديال صفر هي واحد ليماج ديال هي ان ليماج دو هو هذا هو لو ناخدو ان اوتر بوان هنا فيت اتونسيون عندي هنا في المقام ثلاثة ديما خود ليك شي قيام اللي هي من المضاعفات ديال المقام باش تجيك هذيك النقطة سهلة في الحساب مثلا عندي هنايا المقام هو ثلاثة غادي ناخد باغ اكزومبل هنا ثلاثة بالنسبة ل آه لي زابسيس ناقص ربعة غادي نحسب ليماج ديال ثلاثة بدال اف الاولى اف ديال ثلاثة كتساوي ناقص ربعة على تلاتة اللي هو لو كوفيسيون فوا هاد لابسيس هذا اللي هو ثلاثة زائد واحد اون سامبليفي كان تروا ب3 غادي تبقى لينا هنا ناقص ربعة زائد واحد ناقص ربعة إلا ضفناها لواحد كتعطينا ناقص ثلاثة دونك ليماج ديال ثلاثة بالدالة اف هي ناقص تلاتة ثلاثة ليماج ديال ثلاثة هي ناقص تلاتة هي هادي ثلاثة في لابسيس. ونقش ثلاثه في ي يعني في ليماش هذه هي النقطه ديالنا من بعد النقطه الاولى اللي عندنا هي هذه والنقطه الثانيه هي هذه ثم نربط بينهما بين هاتين النقطتين هذا هو التمثيل المبياني سي دو اف التمثيل المبياني ديال الداله اف ننتقل الى الداله الاخرى اف دو اكس كتساوي ثلاثة اولا اون دو دي لا ناتيو دو سيت فونكسيون لا نوتور دو سيت فونكسيون سي تي فونكسيون كونستانت هادي دالة ثابتة اف دو اكس كتساوي ثلاثة يعني جميع الاعداد صورها ثلاثة آه العدد هذا هو المحور ديال الصور ايكغيك وهذا اكس المحور ديال الصور هو المحور ديال لي زيكغيك اذا الصوره اللي بغينا هي ثلاثه جميع الاعداد كتساوي ثلاثه ثم نرسم هذا المستقيم وهذا المستقيم يكون دائما موازيا لمحور الافاصيل هذا هو سي دو اف يعني هذه داله ثابته كل داله ثابته <applause> عفوا اذا قلنا بان كل داله ثابته فتمثيلها المبياني يوازي محور الأفاصيل ملخص بالنسبة لهذا الدرس <applause> إذن بالنسبة للدوال عندنا بزاف ديال الأنواع ديال الدوال يعني كل علاقة F اللي كتعطينا ليماج F دو إكس كذا كتسمى دالة فهاد الدوال هادو عندنا ما يسمى بالدوال التألفية كما قلنا بالنسبة للدوال عندنا انواع عديده بالنسبه للدوال الداله هي كل علاقه تربط عددا اكس بصورته هذه كتسمى داله بالنسبه للدوال عندنا واحد الحيز ديال الدوال التالفيه اللي الصيغه ديالهم هي اف دو اكس كتساوي ا اكس زائد فاش كيكون كي هذا بي هذا كيساوي صفر غادي يعطينا اف دو اكس فهي ذات خطيه فاش كيكون هاد ا هذا كيساوي صفر كيعطينا اف دو اكس كتساوي بي وبالتالي فهي داله لا فهي داله لا تالفيه فهي داله عفوا ثابته دونك لي فونكسيون ان لي فونكسيون بالنسبه لي فونكسيون افين يقدر يكون عندنا فهاد لي فونكسيون فين يقدر يكون عندنا لي فونكسيون لينيير في حاله خاصه ديك دي كاب بارتيكولير

je vous souhaite bonne chance et au revoir. Merci pour votre attention.